في إطار السعي الدائم نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في مصر، تم توقيع اتفاقية التعاون بين شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية والشركة المصرية للاتصالات. مع خدمات التحول الرقمي بيحصل الطلب على التوقيع الإلكتروني، وبالتالي لما ابتدى التحول الرقمي، لما ابتدت يبقى فيه مشاريع بتتطلب التوقيع الإلكتروني، كانت البنية التحتية في إيتيدا حاضرة، كان الأشخاص أو الأفراد اللي لديهم المهارات اللازمة أيضاً متوفرين وحاضرين. قامت شركة دلتا الأنظمة الإلكترونية بتوقيع اتفاقيات عديدة، اتفاقيات تعاون مشترك مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مشروعات متعددة في مجال التحول الرقمي، حيث نحتفل اليوم بإطلاق أول مشروع وهو إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني باسم دلتا تراست من خلال منافذ بيع وي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. تعد خدمات التوقيع الإلكتروني بمثابة حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية وتقديم المزيد من الخدمات وإتاحتها بطرق ميسرة سواء الأفراد أو المؤسسات، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لبناء مجتمع رقمي. مراسم التوقيع تخللها الاحتفال بإطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني التي تعتبر نقطة الانطلاق نحو بناء مجتمع رقمي رائد واقتصاد رقمي متكامل. حين تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستنتقل باستخدام التوقيع الإلكتروني لكل موظف منتقل يمارس عمله من خلال هذه التقنية. أيضاً في محور الشركات نتعاون مع زملائنا في وزارة المالية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي يعتمد بشكل كلي على منظومة التوقيع الإلكتروني. الخطوات الجادة التي تخطوها الحكومة المصرية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص إنما تهدف بالأساس إلى دعم مجتمع الأعمال ومنح الأفراد والمؤسسات القدرة على إنجاز كافة معاملاتهم عبر منظومة تكنولوجية متكاملة.